بقول لك ايه، اي حاجه هتحصل دلوقتي تصوريها فيديو ماشي؟ تمام يا فندم. اول ما اتحرك تصوري. حاضر. سلام. يلا ابدأي دلوقتي. تمام. حاضر. طيب انا عايز اعرفكم على انسانه واقفه في ظهري وعاشت معايا نجاحي ثانيه بثانيه، والحقيقه الانسانه دي هي اللي خطفت قلبي. بجد شكرا لديان على كل حاجه بتعمليها وكل حاجه عملتيها معايا. ماشي ماشي يا حبيبي، ماشي ما تحرمش منك. شكرا حبيبي. مالك مش على بعضك ليه؟ وليد كلمني. وليد مين؟ طليق. وعايز ايه؟ يرخم، عايز يرخم. بيتهمني ان انا مش مهتمية بالبنت، وبيسألني نهاية علاقتي انا وانت ايه. هو بيشوفها اصلا ولا يعرفها؟ لا خالص. طيب امال ايه؟ غيرة، شكله بيغير. أكيد شاف الفيديو اللي منتشر على السوشيال ميديا طبعا. أكيد. عشان كده أنا ما بحبش الحوارات دي. وهو مين اللي صور الفيديو ده أصلا؟ معرفش، بس أكيد حد من اللي كانوا في الحفلة. وأنت اللي نزلتيه؟ لا طبعا، بس أنا نزلته بعد كل الناس ما نزلته. كانش ليها أي لازمة. رامي، المشكلة مش في الفيديو، المشكلة في قلة أدبه وإن حاشر مناخيره في حياتي. سيبيه يومين وهيهمد. لا مش هيهمد، هو شكله ناويها. إيه رأيك تكلمه؟ أكلمه أقول له إيه؟ تهزقه، تقول له يبعد عني. لا مش هعمل كده طبعًا. عايز أروح يكتب في كل حتة ويقول إن أنا اتخانقت معاه، يعمل لي دوشة؟ لا مش هينفع. قول بقى إن أنت خايف على نفسك مش خايف عليا. لا وخايف عليكي. بس معلش سامحيني يعني في اللي انا هقوله لك. انا ما جيتلكيش بمشاكل القديمه عشان تجيلي انت بمشاكلك القديمه احلها لك. ماشي يا رامي، انا هحاول اثبته لحد احنا ما نتجوز، وبعد كده هديله البنت. هو انت ممكن تسيبي له البنت؟ اه هسيبها له، او نقسم الاسبوع ما بيننا. هتقدري؟ هحاول اجمد قلبي. وانا مش هينفع يا حبيبي اهتم بيها واهتم بيك في نفس الوقت. عايزين نعيش حياتنا.